السلام عليكم. بهذا اليوم عندنا شرح تحديث كل تعريف من تعاريف الكمبيوتر. تحديث مو تنصيب، اكو فرق بين تحديث او تنصيب. تنصيب يعني ما موجود، تحديث شيء موجود تحدث الافضل. طبعا انا نحتاج انترنت كونكت هنا يعني بالعمليه هاي. طبعا هاي على كل انواع الويندوز اكس بي 7 8.1. اوكي نروح على مانج ديفايس مانجر. اوكي هاي التعاريف، كل تعاريف الجهاز. عندك اهم التعاريف اللي يحتاج لها كل جهاز، اللي هو اهم تعريف الديسبلاي ادبيترز اللي هو كارت الشاشة. عندك تعاريف النتورك، هنا تختلف من جهاز لجهاز. انا مثلا هذا الكمبيوتر جاي اشتغل عليه اللي هو ديسكتوب، ما بي كارت وايرلس، يعني فقط بي كارت لان. فكارت اللان هذا تعريفه. اوكي ان شاء الله نبدي بها واحده واحده. اول شيء عندك الصوت، عندك الهاتفون والمايكروفون والسبيكرفون. عندك تعريف الصوت، يعني اذا تريد تحدث اي واحد من الملفات الثلاث هاي، تعطي ابديت ديفايس سوفت وير وتختار سيرج اوتوماتيك فور ابديت درايف سوفت وير. فلاحظ ان ذا انترنت، يعني على الانترنت يبحث، هسه ننتظر على ما يبحث. لاحظ خلص التحديث يقول لك ذا بيست درايف سوفت وير اوف يور ديفايس از اوريدي انستول، يعني التحديث الاخير نصب عندك. اوكي نفس الطريقه هنا وهنا اذا ما كان عندك المايكروفون. طبعا هسه نروح على طبعا ديسك درايف الهارد، فما يحتاج الكمبيوتر، ما يحتاج اصلا الديسبلاي ادبيتر. فنحدث كارت الشاشه نفس الطريقه. لاحظ عمل داونلودنج درايف سوفت وير، يعني جاي يحدث، ننتظر لحد ما يخلص التحديث. لاحظ جاي يعمل التحديث، طبعا ملف ضخم على ما يخلص تحديثه. مثل ما جات تلاحظون انه هو شارف على الانتهاء. لو لاحظ هسه الداونلود تقريبا انتهى، ننتظر فقط الانستولينج. مثل ما جات لاحظ انستولينج درايفر سوفت وير، فقط ننتظر التنصيب.